العدو تجاوز كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء. مع مضي ساعات على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ما زالت تتكشف بعض الخبايا، بينها ما كشفه قائد سرب الطيران الإسرائيلي الذي نفذ الاغتيال. فما هي؟ قائد سرب الطيران قال لقناة كان إن الطيارين المشاركين في الاغتيال لم يعرفوا أنهم سيغتالون نصر الله إلا قبل 4 ساعات، وقبل ذلك كانوا يعرفون منذ مطلع الأسبوع أنهم يستعدون لعملية كبيرة دون إعطائهم مزيداً من التفاصيل. أما عندما عرفوا فقد ارتفع الأدرينالين إلى أعلى درجة وتحمسوا على حد وصفه. الطيار الإسرائيلي أفاد بأن الطيارين المشاركين بدأوا بطرح أفكار إبداعية كيف يضللون حزب الله حتى لا يكتشف العملية، ونفذوا فعلاً عدة عمليات تمويه، ثم أكد أن طائرات مقاتلة أخرى اهتمت بمواصلة الغارات بعد الاغتيال حتى لا يتاح لحزب الله الرد عليها. قائد سرب الطيران شرح بأنه تم اختيار خليط من الطيارين الشباب والكبار من أبناء 25 عاماً وحتى 50 عاماً لهذا الغرض.